الدستور، لأن الدستور ركز مبدأ اللامركزية. لكن اليوم لو كان ركز اليوم انطلاقا من اليوم اللامركزية، قد تفضي إلى نتائج سلبية بالنسبة لما كنا نعيشوه. احنا اليوم 1% غير مقبول. إذا كان نمشيو مباشرة للامركزية دون أن نحضروها، نحضروها إيش معناه؟ اللامركزية دون أن نعطي للجهات الكفاءات والقدرات البشرية لمواجهة هذه المشاكل وإيجاد الحلول الكفيلة بنهوض بالتنمية في الجهات، مش يزيد يتعطل مسار التنمية أكثر مما هو.